اعقد يدك هكذا وانظر ماذا سيترتب عن ذلك. أمعن النظر في يديك، ماذا ترى؟ هل ستجيب يداي فقط؟ لتحصل على الإجابة الصحيحة اسأل أخصائي علم المنعكسات. وفقا للأبحاث هناك الكثير من النقاط النشطة في يديك التي تزودك بقدرة على التحكم بجسدك ودماغك. فهل تعلم ما تستطيع فعله بإصبعك الصغير لوحده؟ شاهد الفيديو لتكتشف الأسرار التي من شأنها أن تحسن من صحتك. لا تفوت مكافأتنا لك في النهاية، هي صغيرة ولكنها رهيبة. تستغرق هذه الطريقة الفريدة أقل من 5 دقائق. هذه يدي الإبهام والسبابة والإصبع الأوسط والبنصر والإصبع الصغير، وكل واحد منها مسؤول عن شعور أو سلوك معين. الإبهام: يمثل الإبهام الشعور بالقلق والصداع، لذا عندما تمر بحالة صداع عصبي أو تشعر بالقلق حيال أمر ما، قم بقبض إبهامك بلطف لحوالي 5 دقائق. يقول علماء علم الانعكاسات أن هذا يخفف من الألم ويهدئ من روعك. وإذا أحسست بأي مشكلة في معدتك، قم بقبض إبهامك ل3 إلى 5 دقائق. فهذا التمرين من شأنه أن يساعد بأن تعود معدتك لأداء وظيفتها المعتادة. السبابة: يتحكم هذا الإصبع بآلام العضلات ومشاعر خيبة الأمل والخوف والحرج. فقد أظهرت الدراسات من جامعة مينيسوتا أن المرضى الذين يعانون من آلام في العضلات يشعرون بالتحسن بعد دورة من علاج المنعكسات. قم بالقبض على سبابتك بيدك الأخرى ل5 دقائق وستشعر بالارتياح بعد وقت قصير. كما يساعد الضغط على هذا الإصبع بتخفيف آلام الظهر. الإصبع الأوسط: إذا كنت منزعجا أو غاضبا أو متعبا أكثر من المعتاد، اضغط على إصبعك الأوسط فهذا سيساعدك على الشعور بالتحسن. تظهر الدراسات أن هذا التمرين البسيط من شأنه أن يقلل من ضغط الدم وأن يحسن من وظائف الكبد، كما يساعد على تهدئة الأعصاب. قم بمصافحة راحة يدك بإصبعك الأوسط وابقى على هذا الوضع من 3 إلى 5 دقائق. البنصر: سيختفي الحزن والمشاعر السلبية إذا قمت بالقبض على بنصرك بلطف ل5 دقائق. وتدليك البنصر يؤدي إلى تحفيز وظيفة الجهاز التنفسي. لا تنسى أن تبقى هادئا وتراقب تنفسك. سيساعدك هذا التمرين أيضا على التخلص من آلام الصدر. الإصبع الأصغر: يمثل الإصبع الأصغر الثقة بالنفس والإجهاد والتوتر. فعندما تفقد ثقتك بنفسك، قم بتدليك إصبعك الأصغر ل5 دقائق. حاول بأن تسترجع أفكارا جميلة وأنت تفعل ذلك. قم بهذا التمرين بانتظام يوميا للتخلص من مشاكل الجهاز العصبي. راحة اليد: اضغط بأصابع إحدى يديك على منتصف راحة يدك الأخرى، دلكها بحركات دائرية مع أخذ شهيق وزفير بعمق 3 مرات. يقول علماء الانعكاسات إن راحة اليد هي مركز المشاعر والعواطف. كما وتشير الأبحاث إلى أن التدليك المنتظم لراحة اليد يساعد في منع حدوث الغثيان والإجهاد والإسهال والإمساك. فقد وجد الأخصائيون في جامعة ماساتشوستس أن الضغط المنتظم على راحة اليد من الممكن أن يساعد في التخلص من مشاكل الأمعاء. الضغط براحتي اليدين باتجاه بعضهما البعض: يستعمل هذا الوضع غالبا في التأمل، فهو يساعد على التركيز وعلى ترتيب أفكارك. ضغط راحتي يديك ببعضهما البعض يستطيع أن يحسن من الدورة الدموية، والقيام بهذه الوضعية أيضا يمكنك من تصفية ذهنك، كما ويعيد وظائف القلب والكلى والأمعاء إلى وضعها الطبيعي. الآن إليك المكافأة، تقنية سيريامودورا. القيام بهذه الوضعية يساعدك على تحسين عمليتي الهضم والأيض، كما تستخدم هذه التقنية لعلاج انخفاض ضغط الدم وفقدان الشهية. هل سبق أن جربت هذه التمارين؟ كيف وجدتها؟ شاركنا بآرائك في التعليقات أدناه، ولا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب في الأسفل، كما وقم بمتابعتنا لتبقى على تواصل مع الجانب المشرق من الحياة.